السلام عليكم أعزائنا متابعين صفحة نوي كار لتجارة السيارات، إن شاء الله تكونون بخير. اليوم إن شاء الله عندنا العروض المستمرة على سيارات المونتيرو سبورت موديل 2019. طبعا وصلتنا وجبة جديدة، السيارات 0 كيلومتر خليجي، هاي النوعية اللي الخط مالتها الأسود، خط مونتيرو. طبعا السيارة 6 سلندر، محرك مايفيل 3000 سيسي، 7 راكب، موديل 2019. السيارة طبعا يجي وياها جناح خلفي مالت السيارة. الخط الجانبي عندنا عروض ان شاء الله تبديل الفلتر والدهن اللي مشترين السيارة اكيد. اتمنى منكم تشاركون الفيديو، تسوون متابعة للصفحة ايضا حتى توصلكم كل فيديوهاتنا اول باول. نحب نذكر بعنواننا في اربيل، تقاطع مخمور مجاور شركة بيبسي، تقاطع مخمور مجاور شركة بيبسي، نوي كار اوتو لتجارة السيارات. طبعا سعر السيارة شامل الرقم التسجيل باسمكم 275 ورقة. سيارات قوية عملية، تبريدها قوي. طبعا تبريد مركزي مالتها 3 قطع، محرك 6 سلندر، موديل 2019. خلينا نشوف السيارة من الداخل بشكل أوضح. أخوان بالنسبة لسيطرة أربيل اليوم بتاريخ هذا الفيديو، تقدرون تجون عن طريق المطار أو يوجد شحن ممكن أن نشحن السيارة لكم بأي محافظة خلال 24 ساعة توصل السيارة. طبعا بصمة دخول ذكي على الأبواب، مواصفاتها حلوة، بها مواصفات قوية. البصمة مالتها ماوس دفع رباعي، بريك بصمة، جير 8 نمر، اقتصادية بالبنزين. عندك شفتات، تحكم ستيرنج جهتين. هذا خلف الجير اللي يجي شفتات مال القيادة الرياضية او السبورت. واكيد عندنا السلايت موجود بالسيارة، التبريد مركزي 3 قطع و7 راكب، اكو 3 صفوف من المقاعد. بالنسبة لللاند روزر موديل 21 أيضا عليها عروض، وعروض قوية إن شاء الله مقدمة من شركة نوي كار أوتو. طبعا هاي اللون الأسود تجي 8 إيرباك جي إكس آر أصلي، سعرها مع الرقم اليوم، سعر العرض 666 شامل الرقم. السيارة شامل الرقم سعرها، طبعا السيارة أصلية، اللايت مايل الأصلي، الزراج الحساس، الويل دنلوب 20 البلادي الأصلي، البصمات 4 على الأبواب موجودة، الداخل لون قرميدي، جلد ومقعدين كهرباء، عداد لكزز، تحكم ستيرن جهتين، الشاشة الكبيرة مال لاند كروز، دبل ماوس، السلايت موجود بها أيضا. مواصفاتها جدا جميلة، أو هي المواصفات الفول مالت السيارة. الباب الخلفي يكون هذا كهربائي والجوة شفط.
اللي حابب يطلب اي سيارة يقدر يتصل على ارقام التليفونات داخل الفيديو او يتواصل معنا على الصفحة، راح نجاوبكم ان شاء الله. عنواننا في اربيل تقاطع مخمور مجاور، شركة بيبسي، نيو كار اوتو لتجارة السيارات. تحياتي لكم ومع السلامة.